انا فرش لفتاي، ما بظن انه ينام الليل صاغ. خرب بيته من حاله، انا اللي بدي موته لما ضربه ضرب. تجي نستفرد فيه؟ والباب اتركوا علي للباب. لقيتها، اسع شوي. أنا برأيي نقطع له لسانه ونطعمي له الكلاب والقطط مشان يبطل يفسد علينا. يا حرام حرام، هذا أخونا، حتوب ما ولا حيتوب. كم مرة صار عاملة معنا؟ لا خلاص تعب، مو تبتوا لا؟ لا تصدقوا، هو عم بيقول هيك لأنه وقع بين إيدينا. روح! صحيح فتحي؟ صحيح مثل ما عم بقول ربحي؟ عم بقول لك يعني خلاص. لا بس بدي أفهم، ليش هيك عم تحكي له لأبوه؟ طب مو نحن متفقين؟ بعدين مو لمصلحتنا عم نعمل اللي عم نعمله؟ جق روح! بدك تحكي شيء فتحي؟ كأنه بده يحكي شيء. هيك فك له تمه. ايوه مشان يصرخ يفيق ابوه. لا تحلم، روح. فكه ربحي فكه. يعني ليش هو اساسا لمين عم يحكي؟ عم يحكي لابوك، يعني ابوك واحد منا. فكه حبيبي فكه يا حبيب قلبي يا صغير انت يا فساد. شو بك متلبك صبوه؟ هلا كان رايي غير شكل؟ شو نسيت انك انت صاحب فكري جبته لهون؟ انا سم الموت الهي، انا شو دخلني؟ مو انت بدك تعاقبه؟ لكن بلا، بس مو انت صاحب فكرة فك البلور؟ بعت لك حمى الهي شو كذاب. لك انا شو دخلني؟ لك ما انت عم تنسحي؟ شو بدك عزمي يتجوز؟ لك تباعوا بالعزة منكم لقلو. قول بابا ولك لا تقول عزمي. ها؟ من وين نزل عليك كل هالأدب؟ لا تكون موافق على جوازته أنت الثاني. حقه، نحن شو دخلنا؟ مو حقه؟
فوق ما عم يربينا ويصرف علينا وتنصت علينا درسنا. لا اكيد في شي تغير. لك يا اخي فهموني شو اللي صار. انا راح فهمك شو اللي صار. عزمي